معايا على التليفون الصديق والزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي علشان يطلعنا على كل ما هو جديد من النادي الأهلي بالجزيرة. شريف برحب بيك. مساء الخير، تحياتي ليك زميلي عمر ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني عايزين نعرف منك الكواليس اللي موجودة حاليا، هل في أي جديد؟ هل الاجتماع بدأ إمتى؟ هل في يعني هل أنت شايف الاجتماع ممكن يخلص ويكون معانا القرارات في وقت قريب، ولا لسه الجلسة ممتدة ولسه ممكن ما نعرفش أي قرارات من اللي ممكن ياخدها مجلس إدارة النادي الأهلي حاليا؟ خليني أقول لك يا زميلي عمر إن الاجتماع بدأ في الخامسة والنصف طبعا برئاسة الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة. يمكن تم استدعاء الشؤون القانونية لمدة حوالي ساعة داخل الاجتماع، وبعد كده هو كان فيه حوالي راحة ربع ساعة وتم تكملة الجلسة يمكن مستمرة من السابعة بعد الراحة. يعني الساعة السابعة بدأت عادة الجلسة مرة أخرى، الساعة الثامنة والعشر دقائق. يعني الاجتماع بيناقش عدة موضوعات، وزي ما قلت لك ان كان في اول يعني بند اتناقش او اول بند كان مجلس الاداره حريص ان هو يكون موجود فيه اداره الشؤون القانونيه بالكامل اللي قعدت مع المجلس حوالي ساعه. طبعا اللي بيدور جوه المجلس انا علمته ان يعني كذا موضوع بيتناقش في انتظار انتهاء المجلس، بتتكلم في نص ساعه او ساعه الا ربع بالكثير باذن الله يكون المجلس انتهى ويطلع بيان على طول من النادي الاهلي، او مش بيان ممكن يكون قرارات لمجلس الاداره طبعا هنعلنها على قناه النادي الاهلي طبعا انتهاء مجلس اداره النادي الاهلي. طيب يعني يا شريف هنكون موجودين معاك وهنتابع معاك اول باول علشان يعني سواء هنعرف من خلالك او هنعرف من خلال المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على وجودك معايا.